صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. بدايه شهر جديد وبدايه اسبوع جديد وبدايه يوم جديد ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعله دايما خير وفرحه لكم. وبدايه يوم مدارس، وما ادراكم ما المدارس، زحمه كده جايين بصوا طايرين من فوق المباني علشان نعرف ان احنا نيجي لكم النهارده. ربنا يخلي ولادنا ويحفظهم يا رب من كل شر، ويكرمنا فيهم ويطعمنا فيهم خير ان شاء الله باذن الله. دخلت المدارس وبنلاقي كل ست بيت هي وجوزها قاعدين حاطين ايديهم على خدهم، يا نهار ابيض هنعمل ايه؟ بعيدا عن فلوس المدارس والكتب واللبس والكلام ده كله، بس بنيجي في حيره كل يوم هنعمل اكل ايه النهارده لاولادنا. سيبوكم من حوارات اللانش بوكس اللي حواراته كترت قوي وبقاله سنين ويعني زادت عن حدها يا جماعه، والله العظيم كان زمان هو كيس نايلو، كيس نايلو، كيس ثلاجه كده اللي بنحط فيه الاكل، نحط فيه السندوتشين ثلاثه. والله العظيم، وامنا تقول لنا، وامنا تقول لنا ايه؟ خلوا بالكم اوعوا ترموا الكيس عشان احط لكم فيه بكره. فموضوع اللانش بوكس اللي حواراته كترت قوي ده، ولازم اللانش بوكس يبقى نفس لون الشنطه، نفس لون سموها ايه؟ زمزم اسمها، لا ليها اسم تاني، لا زمزميه دي على ايامنا او ايامك، ليها ايه؟ مش فاهمه يعني، ما علينا. ولازم الازازه اللي بتحط فيها الميه تبقى لون، انا اصلا انا نزلت عانيت من الموضوع ده، الشنطه نفس لون اللانش بوكس، نفس لون الزمزميه، وفي الاخر كلهم قسما يعني سما اللي في ثالث اللي في ثانيه ثانوي بتقول لي انا عايزه لانش بوكس قلت لها انت عايزه ايس بوكس، ما ينفعش معاكي لانش بوكس، الزمزميه دي تاخدي قاروره تحطيها على ظهرك، ما ينفعش. يا رب اللهم امين. فمع دخول المدارس كلنا بنبقى يعني احنا لينا مشغوليات ولينا مهام، واولادنا ليهم يعني حاجات تانية خالص. احنا بنبقى مشغولين بمصاريف المدارس، وهنجيب اللبس ازاي، وندفع المدارس ازاي، والاكل والشرب هيبقى ماشي ازاي، ونتفق مع مدرسين ونودي ونجيب والكلام ده كله. ولادنا مية تانية خالص، في حتة تانية خالص، كل اهتمامهم اللون بنطلون، لا عشان السنة اللي فاتت اللون دوت ما كانش عاجبني، فانا السنة دي عايز واحد تاني. اللانش بوكس السنة اللي فاتت كانت صاحبتي منار كانت جايبة زيه، فانا السنة دي عايز واحد مختلف تماما. يعني مشاكل، هي مش مشاكل. بالظبط، اصل انا عايزة توكت الشعر لون الرباط بتاع الكوتشي، ف حسبي الله ونعم الوكيل. مشاكل ما يعلم بها الا ربنا. فسيبنا بقى من المشاكل التافهه بتاعتهم دي اللي ممكن اصلا يعني اخر حاجه ممكن نفكر فيها، بس للاسف بيحطونا فيها، تمام؟ ونيجي بقى للمشاكل بتاعت الام وبتاعت ست البيت. خلصنا من دفع المصاريف واللبس والكلام ده كله، نيجي بقى لحيره كل يوم، هتعملي لي سندوتشات ايه بكره عشان النهارده صاحبتي جابت واحد اتنين تلاته. والاسعار ما شاء الله. فاحنا هنحاول الاسبوع دوت على مدار الاسبوع كله هنحاول بقدر الامكان نعمل حاجات في البيت توفر علينا الاسعار الخزعبليه اللي احنا بنجيبها من بره، تمام؟ هنعمل جبن في البيت بنكهات مختلفه، هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وعملتها معاكم يجي من سنتين ثلاثه. هنعمل بولوبيف، ايه ده بياخدوا في اللانش بوكس والمدارس بولوبيف، والله العظيم بياخدوا محشي وفراخ كمان يعني، بس احنا ايه يعني هنحاول نغذيهم بطريقه كويسه. النهارده هنعمل البولوبيف بطريقه، والله يا حمدي والله بياخدوا في اللانش بوكس لا لحمه وفراخ ومحشي. عايزه اقول لك انا شفت مناظر على الفيسبوك واخدين الملوخيه ورز. يعني قول لي طفل ايه؟ اهو ايمن بيقول لي والله العظيم لقى ناس واخدين في اللانش بوكس حمام. هي كانت حماميه بايته من الغدا بتاع امبارح، بس ازاي ان طفل يخش اصلا مدرسه مع اللانش بوكس فيه حمام؟ ايه يا جدعان يعني؟ والله العظيم يا جماعه ده الموضوع كله افتكره هو كيس ثلاجه كده بنفضل بيه، ولو ضاع مننا تبقى مشكله. كيس السندوتشات ده تجيبيه تاني عشان يتحط فيه بكره، تمام؟ وهم ثلاث سندوتشات على حسب كل طفل بياكل ايه. هو السندوتشات بقى جبنه بطماطم، جبنه يعني يوم ما بنقول ها كانت جبنه عليها خيار، يوم ما نقول ان الام والاب صارفين ومكلفين لانش وجبنه رومي، يا وتبقي ماشيه كده في الفسحه نفشه ريشك، ده انا معايا جبنه رومي ولانش، انتوا بتهزروا ولا ايه؟ فكل واحد على حسب مقدرته، بس هو انا اللي انا افتكره وايام بيبقى سندوتشات طعميه، سندوتشات فول، على حسب ما احنا بناخد. لكن حته الحوارات الكتير اللي حوالين اللانش بوكس دي حواراته كترت وما لهاش لازمه اصلا، وارجع واقول كل واحد على حسب مقدرته. ورساله للامهات، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، نراعي ظروف بعض. يعني ايه نراعي ظروف بعض؟ يعني يا ست الكل لما يرجع البيت وكليه اللي انت عايزاه، بس اديله الطبيعي، اديله الطبيعي.
ما امشي الصبح اعمل همبرجر واعمل استريبس واعمل 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 ودي ابني وليمه. انا ممكن اعمل له سندوتشات غير ان اصحابه ياكلوها، اصحابه هيبصوا له، فانا ليه اعقد طفل؟ فخلينا في المعقول، ولما يرجع البيت ان شاء الله تعملوا له ديك روم، اعملي اللي انت عايزاه، انا ما عنديش اي مشكله، تمام؟ لكن خلي الطبيعي في المعقول اللي هو ايه السندوتشات الطبيعيه. ورساله للامهات برضو بالله عليكم، واحنا بنعمل السندوتشات ممكن نزود سندوتش او اتنين، مش هيأثر معانا حاجه بس هيأثر مع الولاد اللي معانا. ممكن يعني ما نضمنش الظروف، ممكن الاب والام دول دافعين دم قلبهم عشان يدفعوا فلوس المدرسه، لكن انزلوه الصبح مثلا ادوا الولد 5 جنيه او 10 جنيه وما ادولوش سندوتشات، تمام؟ فلما يكون قاعد مع ابنك في الفصل وباصص للاكل بتاعه، ممكن ابنك يعزم عليه، وعرفي ابنك كده، عرفي ابنك او بنتك كده، لو لقيت حد من اصحابك معاه سندوتشات اعزم عليه. بتبني فيه حاجه من الصغر ان هو يبقى كريم، وان هو ما يبقاش اناني. فلما نيجي نعمل السندوتشات الصبح ونزود سندوتش او اتنين، والله هو رغيف فيه نقسميه على اتنين، مش هيأثر معاكي في حاجه والله العظيم، بس ما تضمنيش هو ربنا بعته لمين، فخلوا بالكم قوي من حاجه زي كده. طيب النهارده هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم هنعمل البولوبيف علشان تعملي لي السندوتشات، وهنعمل كمان لانشو الفراخ، تمام؟ مش هقول لك بقى هو الموضوع مفروغ منه، بس الطريقه اللي انا هعمل لك بيها البولوبيف واللانشو النهارده عملتها بقى لي كذا سنه وما بغيرهاش، ما بغيرهاش برضو، شايفه على النت وشايفه على الفيسبوك وشايفه في حتت كتير قوي حوارات كتير قوي على اللانشو وعلى البولوبيف. ف ما فيش ربنا يبارك لهم يا رب. فلما ندور على وصفه ونعملها مضمونه تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها بحذافيرها، يبقى احنا الكسبانين. طيب ربنا عرفوه بالعقل مش طلعوله. لما اجي اقول لك دلوقتي، ودي وصفات كتير انا شفتها ومش بعيب في حد، مش بعيب في حد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس انا بتكلم في الوصفه المضمونه، ان الست البيت اللي بتتفرج عليا دلوقتي، في زنه في السماعه، ست البيت بتتفرج عليا دلوقتي جايبه نص كيلو لحمه مفرومه او جايبه كيلو لحمه مفرومه، شيء طبيعي ان هي مش عايزه تهدره، مش عايزاه يضيع، عايزه تعمله من ورايا بحذافيره وبنفس الطريقه، بطريقه كويسه وفي نفس الوقت يديها نتيجه مضمونه، علشان الفلوس ما تترميش في الارض. انا عامله لك الحلقه دي ليه؟ عامله لك الحلقه دي عشان اوفر لك الفلوس اللي انت بتصرفيها بره في حاجات احنا مش عارفين هي معموله ازاي، هديكي طريقه نفس الطريقه اللي من بره واحلى وانضف. يكفي ان حضرتك عاملاها بايديكي في حاجتك، مواعينك النظيفه، بطريقتك النظيفه، معلقك النظيفه، ادواتك النظيفه، الخلاط اللي هتضربي فيه النظيف، يكفي ان انت عامله حاجه زي كده. معلش استاذنكم في نسخ البلوبيف اللي انا عاملاها. نسخ البلوبيف دي انا عاملاها يوم الجمعه، المفروض ان انا كنت طالعه امبارح بس ما طلعتش عشان تعبت شويه، فانا عاملاها يوم الجمعه وسبتها في الثلاجه، هي في الثلاجه هنا متهيألي بره. طيب تمام، وعملتها بطريقه سهله جدا وبسيطه. فنيجي بقى كده واحده واحده مع بعض. عندنا لحمه مفرومه، شفت وصفات كتير قوي على النت، وانا من النوع اللي ما بشوفش وصفه واجي اجربها فاجربها بنفس الطريقه اللي معموله، لا ما انا بعقلها. لما اجي دلوقتي وكذا وصفه شفتها للبلوبيف يقول لك ايه؟ نسلق اللحمه المفرومه. طيب اسلق اللحمه المفرومه ازاي؟ يعني ايه اسلق اللحمه المفرومه؟ ما انا لو سلقت اللحمه المفرومه كل فوائدها راحت في الميه ورميتها وخلصت. طب انا عايزه اسوي اللحمه المفرومه اللي هعمل بيها البلوبيف، طب ما احنا ممكن نعصجها، ممكن نحطها في معلقتين سمنه. ما شيء طبيعي ان حضرتك الوصفه اللي بتعمليها هتسلقي اللحمه المفرومه وتروحي مصفيه الميه كده فوائدها كلها راحت، هترجعي تحطي معلقتين سمنه معاها في الخلاط وتضربيهم مع بعض. طب ما انا كده كده عندي سمنه، طب ليه ما اخدش اللحمه ديت وبدل ما اسلقها والميه بتاعتها تترمي وفوائدها كلها تروح، طب ما انا ممكن اعصجها، بس مش ببصل ولا الكلام ده كله. معنى ايه ان انا اعصجها؟ ان انا اشوحها على النار، اسويها تسويه كامله على النار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا احط معلقتين سمنه ومقاديرنا كلها على الشاشه، معنى ان انا احط معلقتين سمنه واشوح فيهم اللحم بالتوابل بتاعتنا بكل حاجه. طيب انا كده شوحت اللحمه بتاعتنا وتمام وزي الفل. في زنه جامده جدا يعني على اخر الحلقه هتلاقوني بنهار. شوحت اللحمه وتمام وزي الفل. جبت بعد كده، ما عنديش علب ينونه، ما عنديش علب، رحت جايبه دول بيتباعوا عند الناس اللي بيبيعوا الاطباق البلاستيك والمعلقه، سهلين جدا وحاجه بسيطه وفي منتهى الجمال. عشان يطلع لي ايه؟ هو ده مش هيتحط في الفرن، انا مش جايباه عشان احطه في الفرن، انا هساوي فيه اللانشو بتاع الفراخ في الفرن، لكن بالنسبه للبولبيف لا، انا جايباه عشان يديني نفس الشكل اللي انا عايزاه، بدل ما اعمل علب علب علب. ولو عندك العلب ما تجيبيش ده، لو عندك العلب ما تجيبيش ده. بصوا كده، ده انا عاملاه من يوم الجمعه، بصوا هعمل كده، ده كيس ثلاجه عاديه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم،
بصوا معايا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل عامل ازاي؟ نجيب بلانشة تانية كده، كيس تلاجة عادي خالص اهم بتاع السندوتشات. انا عاملة القالب دوت علشان يبقى نفس الشكل اللي انا عايزاه. عايزة تعملي في علب انا ما عنديش اي مشكلة. بسم الله اشيل ده كده، بصوا انا شلته اهو، ممكن بقى اعمل فيه لانشون الفراخ. بسم الله، شايفين الشكل عامل ازاي؟ تطعيمة روعة، تطعيمة ما شاء الله اللهم بارك عليها. نجيب كده سكينة حامية واوريكم شكل البلوبيش من جوه قبل ما نبدأه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولوا لك ايه؟ ادي الجمل وادي الجميل، ادي الجمل وادي النخلة، ادي الجمل وادي النخلة. ده بلوبيف احنا عاملينه على ايدينا، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده، شايفين؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ لحمة مستوية ولا مسلوقة ولا الكلام ده كله خالص. طب اتعمل ازاي كده يا نونة بالشكل ده؟ ومسك ازاي كده؟ بطريقة سهلة جدا وبسيطة، حطينا جيلاتين، مادة ربط، مادة ربط. اوعي حد يقول لك حطي نشا مادة ربط، اوعي حد يقول لك حطي دقيق مادة ربط، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. بصي شكل البلوبيف عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك عليه، بطريقة مضمونة ونتيجة مضمونة مليون المية، مش هقول لك 90% ولا 100، لا ده مليون المية، والتطعيمة بتاعته ما شاء الله اللهم بارك. طيب نيجي نشتغل، نيجي نشتغل. قلنا الصلاة على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام، اللحمة ما نسلقهاش. عندي وك على النار أو طاسة أو حلة أو أيا كان، هحط معلقتين سمنة بالشكل ده. عندي كمية اللحمة بقى اللي انت عايزاها، كمية اللحمة اللي انت عايزاها، عايزة تعملي بنص كيلو، عايزة تعملي بربع كيلو، تجربيه وتشوفي تطعيمته هتبقى معاكي عاملة ازاي، وبعد كده تعملي الكمية اللي انت عايزاها، ما عنديش أي مشكلة. حطينا سمنة، نزلت عليها باللحمة، شيء طبيعي ان انا اول ما بنزل باللحمة المفرومة محتاجة ان انا ادي شوية فلفل اسود واشوح ده كله مع بعض يتغير لونها وتستوي. انا عايزه اللحمه تستوي، ما ينفعش ان انا امسك اللحمه واقول اصلها لحمه مسلوقه او ان انا اسلق اللحمه المفرومه. هو في حاجه اسمها اسلق لحمه مفرومه؟ مفيش الكلام ده، يبقى انا كده بضيع كل الفوائد اللي فيها. لا تمام، نشوح ده كله كده، نسوي اللحمه خالص بقى، ولا في بصل ولا الكلام ده كله، احنا ما بنعصقش لحمه، احنا بنعمل بلوبيف. طيب التوابل بتاعتنا نزلت معانا على الشاشه، هنحطها كلها على اللحمه وهي بتتشوح بالشكل ده كده. لورا بودر وحبهان بودر وبهارات لحمه وشويه بابريكا وملح وفلفل اسود، وحطينا كمان مكعب مرقه، مرقه لحمه، شويه فلفل اسود كمان وحبه الملح، وطبعا حاطين معلقتين السمنه زي ما انتم ما بتشوفوا كده. بنجيب علبه البلوبيف من بره بيبقى فيها مواد دهنيه كده لازقه فيها، هي دي معلقتين السمنه اللي احنا حطيناه، دول معلقتين السمنه اللي احنا حطيناه. بتيجي بعد كده هي طبعا مستويه وتمام وزي الفل، باجي بعد كده اشتغل بيها، عايزه اخدها زي ما هي كده، ما هي مستويه، عايزه تحطيها في رغيف عيش تحطيها في الميكروويف علشان الجرمزه بتاعت السمنه تسيح معاكي، ما عنديش مشكله. عايزه بقى تحطيها في طاسه وتبداي بعد كده تحطي عليها، تفتحي عليها بيض، ما عنديش مشكله. عايزه تعملي بقى بيها وصفه تانية ان حضرتك تحطي عليها قرن فلفل، تحطي عليها طماطميه صغيره وتفقشي برده فيها بيض، برده ما عنديش مشكله. اهم حاجه ان انا عاملاه في البيت بطريقه زي الفل. انا ناقصني هنا، انتوا حاطينه ليه تحت؟ لسه بدور بقول فين اللون. بصوا اللحمه كده استوت تمام معايا جدا 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 اهي. بصوا انا عايزه ادوق الحياء بتاعها. بسم الله بسم الله، مظبوطه على الشعره، مش محتاج اي حاجه تانيه. طيب اشيل كده اللحمه من على النار كده، اول مرحله من اعمال البلوبيف خلصت معايا، خدت معايا وقت ما خدتش معايا وقت. ابداي بربع كيلو، مش شرط تعملي لي كميه كبيره، مش شرط تعملي كميه كبيره. طيب عندي الخلاط وعندي الجيلاتين البودر وعندي اللون الاحمر،
اللون الاحمر ده اخر حاجه ممكن تفكري ان هي تتحط في البوبيف. طيب ليه؟ علشان انا عايزه الف كله في الخلاط وارجع بعد كده اروح مزوده اللون الاحمر ده على حسب ما انا عايزه درجه اللون، على حسب ما انا عايزه درجه اللون. عندي شويه ميه بالشكل ده كده، واروح حاطه فيها معلقتين الجيلاتين البودر النباتي. النباتي اجيبه من عند العطار. حد هيقول لي يا نونا انا لازم الجيلاتين، ما هو ده يا ماما ماده الربط بتاعتنا، ده ماده الربط اللي هتمسك لنا البلوبيف يبقى بالشكل ده، ونفس ماده الربط اللي انا مستخدماها في البلوبيف هي برضو اللي هستخدمها في اللانشو. ادوب كده. بصوا بقى انا بعمل حاجه بصراحه، بروح جايبه اللون الاحمر واروح حاطه مع الجيلاتين حاجات بسيطه كده، ولو احتجت زياده بزود وهو بيتضرب في الخلاط بالشكل ده كده. عندي هنا الخلاط، احط اللحمه المفرومه او انا اجيب يعني ايديا كده، انا مش بالشكل ده كده بسمنته بكله. اوعي تقولي اصفي من السمنه، لا السمنه دي مكون اساسي معانا، هما اللي هيخلي لك البلوبيف زي ما بتجيبيه من بره بالظبط. والله العظيم والله العظيم والله العظيم البلوبيف لو عملتيه في البيت وطلعتيه بنفس الشكل ده ولادك عمرهم ما يعرفوا ان انت عاملاه في البيت. معلش عشان احنا اولادنا عندهم ايه حته عقده الخواجه، ايه ده انت عامله بلوبيف في البيت؟ لا 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 استحاله هيطلع طعمه زي، حتى لو طعمه زي ما هو بالظبط لا 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 مش هينفع، لا لا لا. فاعملي الحاجه وهم مش موجودين يجوا طلعيها لهم على طول، ايه ده ماما جايبه بلوبيف؟ اه العلبه اصلا اللي هي قد كده. وصلت كام؟ من السما. لا هي فوق من فوق يعني اخر حاجه انا اصلا من ب 80 80 جنيه. اللهم صل على النبي. علبه البلوبيف اللي قد كده يعني ما تجيش يعني نقول ايه نص القالب اللي انا عاملاه ده ب 80 جنيه وارفع، صح؟ والله واحده بتعاني قدامنا اهي. طيب احنا حطينا اللحمه بتوابلها بكله، وهبدا ان انا نعم نعم نعم. السؤال ايه هو السؤال؟ ما ينفعش. احنا ليه حاطين بيقولوا لي لو استخدمنا لو استغنينا عن اللون الاحمر هينفع؟ مش هيبقى زي البلوبيف. احنا حاطين اللون الاحمر ليه؟ علشان يديني نفس شكل البلوبيف اللي بره، نفس شكل البلوبيف اللي بره. لكن احنا لو ما حطيناش اللون الاحمر هيطلع لنا نفس لون اللحمه اللي احنا معصجينها اللي هي كانت مديه على بني سيكا او رمادي دي، مش هيبقى اللون ده. فاللون ده احنا بنحطه علشان يبقى زي بره بالظبط، سواء تطعيمه او لون، مع ان اللي احنا عاملاه في البيت هيبقى انضف بكتير. طيب حطينا كده المكونات بتاعتنا. مش وقت ان انت تمسك الماسكه دي خالص، وقت ثانيه واحده يعني ثانيه واحده نعمل كده ونبدا ان احنا نضرب ده كله كده. بسم الله. خلص اخلص عملنا البلوبيف. اه والله عملنا البلوبيف. القوالب بتاعتنا هعمل في اللي انا لسه كنت عامله فيهم، معنى كده ان انا ممكن استخدم القوالب ديت كذا مره لان هي ما بتتبهدلش معايا. كيس ثلاجه اللون الاحمر ده ممكن تغمقيه ممكن تفتحيه زي ما حضرتك عايزه. هعمل كده بالشكل ده، ما بدهنهاش حاجه ولا الكلام ده كله خالص. اهو
مش محتاجة ان انا ادهن ولا اعمل اي حاجة. ارجع اخد البلوبيف اللي احنا عملناه. بسم الله. بصوا بقى كده. متهيألي مفيش اسهل من كده. ويتقفل عليه ويتحط في التلاجة مش الفريزر. التلاجة مش الفريزر. ليه يا نونا التلاجة مش الفريزر؟ عشان يا ست الكل لو حطيتيه في الفريزر هيجمد معاكي على طول، هتيجي تطلعيه بعد كده تحطيه في التلاجة، التلجة هيفك هتلاقي ما ادكيش النتيجة اللي أنا عايزاها، لكن تحطيه في التلاجة هيمسك لوحده، الجيلاتين هيقوم بالدور بتاعه كويس قوي وهيبقى تمام وزي الفل. ده هو ده. يمسك كده. بصوا كده. ادي البلوبيف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. بلوبيف بلوبيف. ما شاء الله. اللهم بارك. نطلع فاصل. لما نطلع فاصل. بلوبيف بأسهل طريقة بأضمن طريقة بنتيجة مضمونة جدا، حاجة صحية جدا علشانك وعلشان ولادك وعشان نوفر الفلوس اللي بتدفع بره كتير من غير أي لازمة. عملنا البلوبيف بطريقة سهلة وبسيطة جدا بمقادير موجودة في كل بيت، يا دوب هتجيبي اللحم مع حبة توابل مع شوية لون أحمر وجيلاتين، بقى عندك بلوبيف بيتباع بره بالميات. اعملي الحاجة في البيت واستفادي بيها. أنت أولى بكل قرش في الظروف اللي احنا فيها دي. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نكمل وصفات المدارس بتاعتنا النهارده. عندنا لانشون الفراخ بطريقه سهله وبسيطه، وعندنا كمان الجبنه بكل انواعها بنكهاتها. بعد الفاصل نعرف تفاصيلها. اوعى تروح في اي حته مستنيك. عملنا البلوبيف ويا روحي عليه، حاجه كده تاخد العقل. تعالى بس نحركها كده عشان لما نطلع دلوقتي بلانشون الفراخ يبقى ايه النتيجه مظبوطه. طيب ليه ما بعملش لانشون لحمه، او ليه ما بعملش اللانشون الاقتصادي؟ مع ان السؤال ده جالي كتير قوي على صفحتي، نونا عايزين اللانشون الاقتصادي. تمام. من 6 سنين او ازيد كمان من 6 سنين عملت اللانشون الاقتصادي دوت. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جبنه مثلثات، حبه دقيق، حبه بيض، شويه توابل، ومعاهم لون احمر. قعدت فكرت مع نفسي، هو فين اللانشون؟ ده انا بواكل ولادي جبنه ودقيق وبيض، فين اللانشون؟ فين اللانشون في الموضوع ده؟ مش لانشون اقتصادي. ده مش لانشون اقتصادي. مفيش حاجه اسمها لانشون اقتصادي ان انا اطلع اعمل لانشون ببيض ودقيق وجبنه مثلثات وشويه توابل وبعد كده احطهم اسويهم في كيس. انا عملته، مش هقول لكم ما عملتهوش، الكلام ده كان من 6 سنين وكان طالع ونتيجته هايله وطعمه حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بس انا ما بفيدش ولادي بحاجه كده. فدت ولادي بايه؟ ايه الحاجه اللي دخلت له؟ بيض وجبنه. طب انا ممكن اوكلهم بيض وجبنه بره. ايه اللي يخليني اغلب نفسي واعمل بيض وجبنه واحط دقيق واحط توابل وابدا ان انا احطه في اكياس؟ انا عملت زي اقول لكم ان انا سويته من 7 سنين او 6 سنين في اكياس المكرونه الاسباجيتي. اكياس المكرونه الاسباجيتي عشان يطلع لي اسطواني بالشكل ده كده. جيت بعد كده بعدها بسنتين لما قعدت فكرت مع نفسي، انا باكل ولادي ايه؟ فين اللانشو؟ وانا ليه عامله لهم في البيت؟ ما انا عاملاه في البيت عشان يبقى حاجه مفيده ليهم وحاجه صحيه، مش زي اللي بيطلع بره. انا فرقت ايه كده على اللي بيجي بره؟ بيشتروه بالسوق الفلاني وحبه بيض على دقيق. مش هي. ماشي. جيت بعد كده عملته باللحمه. استحاله ان هو يطلع زي بتاع بره. استحاله يطلع زي بتاع بره. اللانشون الوحيد اللي ظبط معايا ونتيجته بتطلع مظبوطه 100% وببقى عارفه انا موكله ولادي ايه هو لانشون الفراخ. عملته قبل كده كتير كتير كتير. اخر تجربه ليه كانت من قيمه سنتين، عملته في ازازه الميه.
عارفين ازازه الميه اللي هي الازايز اللي هي بتاعه الميه دي، سويته بره ورحت حطاه وهو سايل في ازازه الميه، ورجعت سبته في التلاجة جمد براحته خالص بعد ما كنت مسويه اصلا بره، ورجعت بعد كده رحت اقص الازازه فطلع لي اسطواني زي ما هو، وبدات ان انا اقطعه تمام وزي الفل. طيب رجعت بعد كده قلت هتبقى غلبه على ستات البيت ان هي تمسك ازازه وتبدا تفضي وتسوي بره الاول وترجع تقص الازازه، فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل الحاجه اللي تسهل لهم ما تاخدش معاهم وقت. طيب بقالي دلوقتي حوالي سنتين اهو، السنه اللي فاتت موسم المدارس اللي فات والموسم اللي قبله بعمل لانشون الفراخ بالطريقه دي، كنت بسويه في قالب انجلش كيك اللي هو الالمونيا بتاعنا. جيت السنه دي قلت لا، اللي خليني اسوي في قالب انجلش كيك، طب ما انا اجيب القوالب دي عشان مش كل الناس عندها قوالب انجلش كيك، واكيد مش هكلفك ان انت تجيبي قالب انجلش كيك بالشيء الفلاني علشان تعملي لانشو، لا انا هعمله كده. طيب حد هيقول لي دلوقتي هو ده القالب اللي انت عامله فيه؟ اه والله العظيم هو ده القالب اللي انا عامله فيه، ولما حطيت الفراخ في الفرن بصوا حتى التسويه ان انا غرزه سكينه في النص عشان اشوف التسويه بتاعته من جوه بتبقى عامله ازاي. نعم. طيب قبل ما نتكلم عن مقادير لانشون الفراخ ونعمله ازاي بطريقه مظبوطه ومليون الميه تطلع معاكي نتيجتها هايله، نصبح على ام ساره ونقول لها صباح الفل يا ام ساره. ايوه تفاهم. صباح الهنا، ازيك عامله ايه؟ انا بحبك قوي. الله يسعد لي قلبك يا رب ما نحرمش منك ابدا. انت عامله ايه؟ انا بخير يا ست الكل، طول ما انت بخير يسعد لي قلبك. تسلم ايدك على اللي بتعمليه ده. سلم عمرك يا رب من كل شر، ما نحرمش منك ابدا، الله يعزك يا رب. بشكرك ان انت بتتعب وبتعملي لنا ده كله. يا حبيبتي انا عشانكو اروح لاخر الدنيا. ماشي يا شيخه، ربنا يحفظنا من ايديك يا رب. الله يسعد لي قلبك يا ست الناس، ما نحرمش منك، يومك حلو زيك، ربنا يرزقك الخير كله. نورتيني يا ست الكل، بصوا المنظر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصوا. قطعي بقى رقيق، قطعي كنز، قطعي تخين شويه ما عنديش اي مشكله. بصوا المنظر، شايفين لا ده فلفل اسود، والزيتون هتلاقيه دلوقتي في التانيه، التانيه دي الزيتون فيها اكتر. انا عاملاه النهارده بالزيتون وهعمله لكم دلوقتي على الهوا بالبسطرمه بالشكل ده كده. شايفين عايزه تقطعيه اخف من كده او ارفع من كده ما عنديش اي مشكله. تعالى نقطع تاني عشان دي هنلاقي فيها زيتون اكتر. بصوا كده القالب اهو ماشي، وادي شكل القالب اهو عشان محدش يقول لي لا ده غير ده. انا مسويه اللانشون ده في القالب ده، مسويه اللانشون في القالب ده عشان محدش يقول ايه لا ده القالب دوت مش هي اللي مسويه فيه، عشان انا عارفه الله يصلح حالهم يا رب وايه ويهدلهم حالهم. تعالوا نقطع اللي فيه زيتون، يلا بينا بسم الله. قطعي زي ما انت عايزه، بصوا كده نجيب دي كده عشان ما تنفعش معايا. شايفين من كده وانا كمان. قعدت تقول الزيتون الزيتون اهو، بصوا كده السكينة. شايفين شايفين بصوا الشكل هنا عامل ازاي كمان، بصوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. اه والله نونا بتعمل عظمة ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بينا ننزل مقادير ويلا بينا نعرف الناس احنا عملنا اللانشون ده ازاي بطريقه سهله وبسيطه ومستوي في قوالب الانجلش كيك اللي هي الفويل ديت ومستويه في الفرن. يلا بينا مقاديرنا على الشاشه، لانشون الفراخ بالبسطرمه، ممكن نشيل البسطرمه دي ونحط بدلها زيتون زي ما انا ما عامله كده في النسخه. نبص كده على النسخه مع المقادير ممكن عشان نجيب شكل الزيتون من جوه ونجيب شكل اللانشون عامل ازاي. الله هو اكبر، والله العظيم تحس ان هو قالب حلاوه بالبندق. ما يديش على لانشون الفراخ اساسا. طيب لانشون الفراخ يا ست الكل بيقول ان احنا معانا ايه؟ كيلو الا ربع صدور فراخ مكعبات وما يكونش فيها جلد خالص، تبقى صافي جدا. بسطرمه مفرومه بالشكل ده ومش هنحطها في الاول. عندي بيضايه كامله وابيض بيض، معلقتين كبار جيلاتين باودر وشويه زيت، معانا ايه كمان؟ توم باودر، بصل باودر وملح وفلفل ابيض.
ليه حاطين فلفل ابيض؟ ممكن نحط فلفل اسود عادي، بس هيغمق لنا الموضوع شويه. عايزه اقول لكم ان انا عامله النسخه بفلفل اسود، ما لقيتش فلفل ابيض بصراحه. لا انا بتكلم على اللي انا عاملاه في البيت، يعني انا بصراحه ما لقيتش عندي فلفل ابيض في البيت، فهوقف الوصفه. ليه؟ ليه اوقف الوصفه؟ ده احنا ما بيقفش قصادنا حد بفضل حاجه بفضل ربنا يعني. فرحت حاطه فلفل اسود، فلو عندكيش فلفل ابيض نحط فلفل اسود. نعم. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. عملنا لانشون الفراخ بالطريقه دي كده، وقلت لو ما فيش فلفل ابيض نحط فلفل اسود، ما عنديش اي مشكله، هيطلع معاكي زي الفل زي ما انا ما عامله ده كده. قسما بالله قسما بالله حضراتكم لو دقتوا سواء البلوبيف او اللانشون الفراخ اللي انا عاملاه النهارده ده، ما هتجيبوا لانشون بلوبيف من بره تاني. يلا بينا نبدا الوصفه. طيب اول مرحله، بسم الله الرحمن الرحيم، اول مرحله لازم افرم الفراخ، لازم افرم الفراخ. هنفرم الفراخ الاول وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله. يبقى هنستخدم الكبه عشان افرم فيها الفراخ ناعم، صدور فراخ ما يبقاش فيها جلد خالص، ولا يبقى فيها اللي هو الـ الحاجات اللي هي البيضه اللي بتبقى بين الصدرين ديت. تمام، اعمل كده وافرم الفراخ ناعم. بصوا بقى انا وهي بتتفرم انا هعمل ايه. عندي البيضايه وابيض البيض، توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل اسود، كل دوت هيتحط وهي الفراخ بتتفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مرحله خدنا الفراخ حطيناها في الكبه، حطينا عليها بيضايه كامله وابيض بيض، ملح وفلفل اسود لو ما عندكيش ملح وفلفل ابيض، لو ما عندكيش ابيض حطي اسود زي ما انا حطيت كده. هم جابوا لي اهو فلفل ابيض، بس انا حطيت فلفل اسود بصراحه زي ما انا ما عامله النسخه بالظبط، طعمها رائع. تمام، حطيت بعد كده توم باودر وبصل باودر وشويه الملح، ورحت ضاربه ده كله مع بعض في الكبه. دور الكبه دلوقتي خلص، اشيل كده واروح حاطه الخلاط كده اهو، ارجع بعد كده دور الكبه خلاص تمام، اعمل كده واروح مفضيه كل اللي فيه في الخلاط. بصوا مفرومه ناعم ازاي، شايفين الخليط عامل ازاي؟ يعني بتعملي مثلا ناجتس، بتعملي كفته فراخ، الكبه دي ما شاء الله اللهم بارك عليها. اشيل ده كله كده وابدا ان انا اخد كل الخليط الناعم ده احطه في الخلاط، ونصبح على مدام هنا ونقول لها صباح الهنا. صباح الكل يا بنت البلد. صباح العسل يا ست الكل، عامله ايه؟ عامله ايه يا جميله؟ انا بخير يا ست الناس، تسلمي لي وتعيشي. سلام عليكي. سلم عمرك. عايز اقول لك حرقت يوم الجمعه وجعت قلبي. ليه بس؟ ايه؟ ليه؟ قعدت حكيت عن موقف اللي انت كنت فيه، فبصراحه يعني كانت حاجه صعبه. الحمد لله كله فضل ونعمه من ربنا. فالحمد لله، الحمد لله على شفاك، والحمد لله على سلامتك. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. الله يخليك. وعايزه اقول لك حاجه، قولي لي حق من شفاكي، عايزاكي تكلميني، انا كلمتك كتير ما كلمتيني. ادي رقمك لرغده وعينيا، وبحق من شفاني، بحق من شفاني هكلمك بعد الهوا. نورتيني كده اهو. استخدمنا الكبه الاول مع الفرم الفراخ، حطيت بعد كده كل المكونات في الخلاط. عندي دلوقتي كوبايه او كوبايه وشويه من الميه الدافيه، هروح واخده معلقتين الجيلاتين. طبعا لانشون الفراخ مش محتاجه ان انا احط له لون، ادوب كده
وابدا ان انا اضرب. عايزه اقول لكم النهارده انا مستخدمه محضر الطعام بتاعنا اللي احنا بنجيبه من صفحه سوق المطبخ، عملت فيه البلو بيف ورجعت دلوقتي عملت فيه اللانشون، استخدمت الكبه الاول فرمت فيها الفراخ ورحت بعد كده حاطه الخلاط. كل ده على موتور واحد، كل ده على موتور واحد. بيعمل ايه كمان محضر الطعام؟ في مطحنه، في زي ما قلت لكم دلوقتي في كبه، في خلاط، في عجانه، في مقصره بطاطس شيبسي، في قطاعه بطاطس صوابع، في مبصره جزر، في مبصره خيار، في عصاره ليمون، في عصاره برتقال، في خفاقه بيض، في عجان. كل ده موجود في المحضره واحده. انا عملت بولو بيف وعملت لانشون بحاجه واحده، معايا كذا مساعد في المطبخ، معايا كذا مساعد في المطبخ. المحضر دوت بيقوم ب 38 وظيفه، وهعمل فيه الجبنه كمان. فتخيلي ده لما يكون عندك في البيت بتعملي فيه كل حاجه للمدارس، يبقى انت الكسبانه ولا مش انت الكسبانه؟ اكيد انت الكسبانه. طيب اجيبه منين يا نونا؟ هتجيبيه حضرتك من صفحه سوق المطبخ، نازل حصري 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 عندنا وبس، حصري عندنا وبس، مش هتلاقيه في اي مكان تاني، مش هتلاقيه في اي مكان تاني. ارقامنا على الشاشه، الكيو ار قدام حضرتك اهو، هنفتحه حالا علشان نشوف المحضر الطعام موجود في صفحه سوق المطبخ فين. نعمل كده وادي صفحه سوق المطبخ، صفحه كامله شامله لمستلزمات البيت ومستلزمات العروسه ومستلزمات ست الكل. ادي الصفحه اهي عليها واتساب، نمشي كده. طبعا لو في عندك ماكوتك باظت مش هتلاقي احسن من ماكو والماركه بتاعتنا دي. وادي محضر الطعام، ادي محضر الطعام اهو لكل ست بيت عايزه راحتها او عارفه راحتها فين. تعالى اقول لك هم قايلين ايه عليه. طيب الشيف نونا بتنصحك تلحقي تشتري اقوى محضر طعام 1000 واط ب 38 وظيفه لكل استخدامات ست البيت، ومن قوته بيقدر يكسر التلج وطبعا بيطحن التوابل واللحمه ومش تقدري تستغني عنه يومين. احنا فرمنا فيه فراخ، ممكن تفرمي فيه لحمه لو عندك قطع لحمه عاديه مش مشكله هتتفرم برضو فيه. عملنا فيه اللانشون دلوقتي وهنشغل كده، نشغل كده واحنا بنقول يلا بينا. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. فرمنا فيه الفراخ ورجعنا حطينا الفراخ في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين كده. 1000 واط، 1000 واط فعليين، محضر طعام 1000 واط فعليين. ده لو اي خلاط عادي او اي كبه عاديه كان زمانها وقفت واتحرقت، لكن ب 1000 واط فعليين الموتور بتاعنا يتحمل كتير كتير كتير. عملنا فيه البلو بيف، فرمنا فيه اللحمه في الخلاط، عملنا فيه الفراخ بتاعه اللانشون، وعملنا في المطحنه زي ما انتم شايفين كده الكبه فرمنا فيها الفراخ بالمقادير بتاعتها، رجعنا بعد كده حطيناه في الخلاط. وتعالوا اوريكم الخليط بتاعه عامل ازاي. ايه ده بتفرمي فراخ في الخلاط؟ اه طبعا، وانا معايا اي خلاط، ده الخلاط بتاع محضر الطعام. بصوا كده، يا الله يا الله يا الله، بصوا كده شايفين بوريه، استحالة تصدقوا ان دي فراخ. شايفين عصير يا ناس، عصير، بصوا مربى. شايفين المنظر بالشكل ده كده، ما تلاقيش حتة مكتلة وما تلاقيش حتة عاملة لك مشكلة. الموتور بتاعنا 1000 واط فعليين، بيتحمل شغل كتير، يتحمل شغل معصرة البرتقال، عصرة الليمون، يتحمل شغل الخلاط، يتحمل شغل المطحنة، يتحمل شغل الكبة. كل ده موجود معايا في محضر الطعام. أقدر إن أنا دلوقتي أروح حاطة البسطرمة كده وأقلب بالشكل ده. عايزة تحطي زيتون شرايح ما عنديش أي مشكلة، زيتون شرايح ما عنديش أي مشكلة. هقلب ده كله كده على بعضه علشان تبقى البسطرمة ماشية من جوه اللانشون. تيجي تقطعيه تلاقي كل حتة لانشون بتقطعيها هتلاقي البسطرمة موجودة فيها. نفس النظام لو انت عايزة اللانشون بالزيتون هيطلع معاكي زي الفل. يبقى النهاردة لما استخدم محضر الطعام واعمل فيه بلو بيف واعمل فيه لانشون يبقى انا كسبان. لما اجيب جهاز واحد باربع اربع خمس ايه ده ب 38 جهاز، ادام في 38 وظيفه يبقى ب 38 جهاز. تخيلي لما تجيبي 38 جهاز في جهاز واحد بالسعر ده اللي مش هتلاقيه غير في صفحه سوق المطبخ عندنا وبس، عندنا وبس. ادي الخلاط،
اللي عاملين فيه لانشون الفراخ، ادي الكبه اللي عاملين فيها لانشون الفراخ، ادي المطحنه اللي طحنا فيها التوابل من يومين، عندي عصاره ليمون، عصاره برتقان، مبشره، قطعه شيبسي، قطعه بطاطس صوابع، حاجات كتير جدا جدا جدا. يلا بينا، انا مبسوطه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الناس اللي هتجرب من ورانا النهارده وصفاتنا اتحدى ان هم مش هيجربوها تاني، مش هيجربوا غيرها، مش هيجربوا غيرها. بلو بيف ولانشو الفراخ زي ما انتم شايفين كده، والطعم الله واكبر عليه. نطلع فاصل ونرجع من الفاصل، اغسل الخلاط واغسل الكبه ونرجع تاني عشان نعمل جبن. الجبن اللي هنعملها النهارده ايه؟ ده كل اللي محتاجاه كوبايه لبن بس وشويه نكهات بسيطه كده. هنرجع بعد الفاصل نشوف الجبن اللي هنعملها النهارده ايه، ولسه مكملين في شغل المدارس. هو تروحوا في اي حته ومستنياكم بعد الفاصل. لانشون فظيع. اما بكون عامله الحاجه وكل اللي حواليا بيدوها بيقولوا لي احلى من اللي بره، اول حاجه بقولها اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مش عايزه اكتر من كده، علشان دول اللي لا مش هديك القالب ده. عشان دول هم هنا زيكم بالظبط، هم هنا زيكم بالظبط. يعني ايه زيكم بالظبط؟ يعني الناس دي بتحكم على الحاجه قبل انتم ما تاكلوها. الناس دي بتحكم على الحاجه قبل انتم ما تاكلوها، فلما يدوها كلهم ومش مجامله، عشان ممكن يكون حد شيء طبيعي ان هم هيقولوا لك ان هي لا، هو مش شيء طبيعي على فكره، مش شيء طبيعي، مش شيء طبيعي ان هم يقولوا لي ان هو حلو وخلاص. انا شايفه الدنيا عامله ازاي وشايفه هو محتاج عيش شامي فعلا، يتعمل سندوتشات مع طماطمايه مع خيارايه كده يبقى ايه تمام وزي الفل. طيب تسويه اللانشون الفراخ احنا سويناه ازاي؟ بنسويه بنحطه في الثلاجه؟ لا، ما اصل الفراخ عندنا نيه. امال بعمل ايه؟ بعمل كده، صينيه بالشكل ده واكون غاليه ميه واعمل كده، بحط ميه سخنه في الصينيه بتوصل لنص القالب اللي انا حطاه، نص القالب اللي انا حطاه، ما بغطيش الوش ولا بعمل اي حاجه بالشكل ده كده. كده الميه المغليه اللي انا حطاها نص القالب اللي انا حطاه وحاطه في اللانش. فرن عندي شغال على درجه حراره 180 تحت بس، تحت بس مش تحت وفوق. انا مش عايزه الوش ياخد لون خالص، انا عايزه اللانشو ده يستوي. فراخ نيه، بيض ني، اصفر بيض ني، كل ده انا عايزاه يستوي ياخد براحه في التسويه. عايزه تقفلي فويل ما عنديش مشكله، بس النسخه اللي انا عاملاها ما لفتش فويل، انا حطيتها زي ما هي تمام. فهرجع امسك كده، بسم الله، واحط في الفرن على درجه حراره 180. بيقعد قد ايه في الفرن يا نونه؟ يعني بعد نص ساعه نبدا نختبره. طب اختبره ازاي؟ زي ما انا ما اختبرت اللانشو اللي انا عاملاه في النسخه، يا اما بسكينه بدخلها في نص القالب، في نص القالب، طلعت السكينه زي ما بنسوي الكيك بالظبط، طلعت السكينه ديت ما فيهاش خليط ني، يبقى هو استوى. اقفل الفرن واسيبه شويه جوه يهدى خالص، وارجع بعد كده اطلعه الفه ستريتش واحطه في الثلاجه. وقت ما عاوز اروح مطلعه مقطعه منه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الله هو اكبر، الله هو اكبر عليه، الله هو اكبر عليه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عملنا لانشون الفراخ وعملنا البلو بيف ما شاء الله اللهم بارك عليهم، نيجي بقى دلوقتي نعمل الجبنه. كل اللي محتاجاه كوبايه لبن، انا محتاجه كوبايه من اللبن ومحتاجه خلاط، كوبايه لبن وخلاط وجبنه قريش من بتاعتنا. الوصفه دي انا عملتها حوالي من 3 سنين، الوصفه دي انا عملتها حوالي من 3 سنين وكانت افضل طريقه. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا فكرنا فيها او عملناها لما لقيت ان الكيلو بيتباع بره بالشيء الفلاني من 3 سنين. دلوقتي الجبنه دي بقت بكام؟ اللي هي الكريم اللي هي منكهه بنكهات غير يعني زي ما انت عايزاها، هدير قالت لي ان الكيلو بيتباع منها ب 100 جنيه. فاكره هدير الفيديو ده؟ قالت لي فاكره؟ قالت لي الكيلو بيتباع ب 100 جنيه، 100 جنيه ايه اللي اجيب بيه جبنه؟
عندي جبنه قريش وعندي لبن بس، مش عايزه اكتر من كده. ولما يكون عندي الجبنه حادقه قريش ومش عايزه ان انت ترميها ومش عارفه تتصرفي فيها ازاي، دي انسب طريقه تعملي بيها، دي انسب طريقه تعالجيها بيها، يا تحطي عليها لبن وتسيبيها زي ما هي تاكليها قريش ساده، يا اما تنكيها بقى بنكهات. بتحبي الجبنه الشيدر، بتحبي الجبنه الرومي، بتحبي الزيتون، بتحبي البسطرمه، بتحبي الفلفل الحامي، كل دوت هيتعمل، كل ده هيتعمل، وكل اللي محتاجاه لبن وجبنه قريش. هعمل كده، واعملي اللي انت عايزاه ونكهي اللي انت عايزاه، ما عنديش اي مشكله. الحاجات دي مش هحطها في الخلاط، النكهات دي الفلفل والبسطرمه والزيتون والجبنه الرومي والكلام ده كله مش هحطه في الخلاط، انا عايزاه يبقى واضح. امال ايه اللي هيتحط في الخلاط يا نونا؟ هحط الجبنه القريش وهحط اللبن. يلا بينا. واحنا شغالين كده بنستخدم ايه النهارده؟ بنستخدم برضو المحضر بتاع الطعام اللي جايباه من سوق المطبخ. ما هو النهارده الحلقات بتاعت المدارس كلها انا محتاجه ايد تساعدني، محتاجه ايد تساعدني. ايه الايد تساعدني دي؟ ده انا مش جايبه ايد واحده، ده انا جايبه 38 ايد و38 جهاز و38 مساعد، كل ده بيساعدوني علشان اعمل شغل المدارس لاولادي بطريقه سهله وبسيطه. ادي الخلاط بتاعنا اهو، وادي الماتور بتاعنا، الماتور بتاعنا اللي يتحمل كتير 1000 واط فعليين، بشغل عليه خلاط، بشغل عليه كبه، بشغل عليه مطحنه، بشغل عليه عصاره ليمون وعصاره برتقال. الكبه ديت مش كبه لوحدها، ده كبه ومفرمه، افرم خضار، افرم بصل، افرم فلفل، افرم لحمه، افرم فراخ، كل ده في الكبه دي. الاسلحه بتاعتها ما شاء الله، اللهم بارك. عصاره ليمون وبرتقال دخل الشتاء ومحتاجه ان انا اعصر حاجات كتير وايديا مش متحمله، عندك عصاره ليمون اهي وعصاره برتقال. هنخلي الزيتون وهنعمل مخللات محتاجه كميه ليمون كتيره اعصرها، ادي عصرت الليمونه اهي بتكت زرار واحده تكوني مخلصه. عايزه اقشر اعمل بطاطس شيبسي مش عايزه اجيبها من بره وما عنديش قطاعه بطاطس، موجوده في محضر الطعام. عايزه اقطع بطاطس صوابع كلها تطلع شكل واحد ومقاس واحد، عندنا موجوده في محضر الطعام. عايزه ابصر جزر علشان المخلل بتاع الزيتون ومخلل الليمون وعايزه كميه كبيره قوي، بتكت زرار هتبصريها في محضره الطعام. فمحضره الطعام معايا النهارده بتقوم بحاجات كتير قوي، موجوده على صفحه سوق المطبخ موجود على صفحة سوق المطبخ، ودلوقتي مش هتلاقيه اللي هو حصري عندنا وبس، حصري عندنا وبس. صفحة سوق المطبخ لسه بعتالي رسالة حالا، لسه بعتالي رسالة حالا ان اللي هيشتري النهاردة اي منتجين من صفحة سوق المطبخ هياخد شحن مجانا. يا حلاوة الرسائل اللي بتجيلي على الصبح. نعمل كده، ارقامنا على الشاشة، الكيو ار موجود معانا كمان على الشاشه، نفتح اللينك وندخلنا على طول على صفحه سوق المطبخ. مول كامل بتتفرجي على كل حاجه حضرتك عايزاها. ادي الصفحه اهي عليها واتساب، وادي محضر الطعام اهو. الله اكبر، اللهم بارك. لكل ست بيت عارفه راحتها فين، مش هتلاقي راحتك غير في محضر الطعام اللي نازل النهارده على صفحه سوق المطبخ. صفحة سوق المطبخ بتقول لك ايه يا ست الكل النهارده؟ ان اي منتجين هتشتريهم من الصفحه عليهم شحن مجاني. اي منتجين هتشتريهم من الصفحه عليهم شحن مجاني. نيجي النهارده بقى، عملنا اللانشون الفراخ وعملنا البلوبيف، وهنعمل دلوقتي الجبنه ما شاء الله، اللهم بارك. رغدة عماله تقول لي لفيه بالمعلقه، وانا مش عايزه الفه بالمعلقه، مع اني لو لفيته كان ما خدش ثانيه. لا انا متعمده اوريكم قوه الماتور بتاعتنا، وانا اصلا ما لفيتهاش بالمعلقه، ان هي تطلع لي الشكل كريمي بالشكل ده كده، الله اكبر عليه. محتاجه ايه؟ محتاجه بولات علشان اوزع النكهات بتاعتنا. صدقي ممكن دي كويسه، هتبقى كبيرة بس. حاضر، ثانية واحدة، أنا محتاجة إن أنا أقص الغصان دي، بس نقصها في الفصل إن شاء الله. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاط جبار جبار، بص المنظر،
ايه ده؟ ايه الجبنه الكريمي دي يا ناس؟ ايه الجبنه الكريمي اللي اتعملت في الخلاط دي؟ شايفين؟ اعملي الكميه اللي انت عايزاها، عندي الجبنه قريش في البيت ومش عارفه تتصرفي فيها ازاي؟ دخلت مدارس ومش عارفه تعملي ايه؟ جبنه القريش اضربي في الخلاط يا ست الكل، حطي النكهات اللي انت عايزاها، ولادك بيحبوها بالزيتون، بيحبوها بالبسطرمه، بيحبوها بالفلفل الحامي زي ما انت عايزه. ثانيه واحده، زي ما انت عايزه. كل ده بعد كده، كل ده بعد كده يتطعم معانا. بصوا بقى كده، حطينا بالبسطرمه بالشكل ده، بقى عندي جبنه كريمي بالبسطرمه، وقطع البسطرمه ظاهره قدامك ما شاء الله، اللهم بارك. عندي ايه كمان؟ عندي جبنه كريمي بالزيتون بالشكل ده كده، بالمنظر ده. اعملي السندوتشات اللي تعجبك. عندي جبنه كريمي بالفلفل، وكلها في الاول وفي الاخر جبنه قريش، كلها في الاول وفي الاخر جبنه قريش. عملنا لها اعاده تدوير، وفي نفس الوقت عملنا حاجه بتتباع بره، والله العظيم هدير بتقول لي ان الكيلو بقى منها بيتباع ب 100 جنيه، وفي الاخر هي جبنه قريش يا جماعه والله العظيم. يا سلام بقى لو عملنا الجبنه القريش نفسها في البيت على ايدينا زي ما اتعودنا وعملناها قبل كده كتير، نعمل الجبنه القريش في البيت بطريقه سهله وبسيطه ونروح عاملين عليها النكهات دي، يبقى احنا ضحكنا على المحلات، وبدل ما الكيلو ب 100 جنيه ده احنا عملنا الجبنه القريش في البيت وعملنا كمان الحاجه كلها في البيت ومش محتاجينكم في حاجه. يبقى احنا النهارده عملنا بولوبيف، عملنا لانشون فراخ، عملنا جبنه قريش بنكهات مختلفه اللي هي الكريم الاسبريد، جبنه قريش وكوبايه حليب. يبقى شغل المدارس عندنا كده، احنا مخزنينه عندنا في التلاجه، واولادك يطلبوا اللي هم عايزينه، صحتين وعافيه على قلبهم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.